ايضا دون مكاتبات ودون مراسلات ودون هذه الاجراءات كلها. زرنا بقى في الكنيسه المعلقه، ست الوزير تحدث عنها وحاجه جميله جدا. انا ما كانش لي حظ ادخل الكنيسه المعلقه من قبل، يعني زرت المنطقه لكن لم ادخل الكنيسه المعلقه. انا فخور ان انا مصري وان هذه الاثار موجوده في مصر، هذه التركيبه موجوده، الاثار الاسلاميه واليهوديه والقبطية المسيحية الموجودة في المنطقة، خليط عجيب جدا موجود في نطاق جغرافي يعني قليل. شفنا الكنيسة المعلقة وأسفلها في باب عمرو اللي دخل منه القاهرة، حاجة منظر يعني مذهل بالفعل. المنطقة هنا لها بعض القضايا. أولا قدمنا تهنئة لإخواتنا المسيحيين في الكنيسة المعلقة، وفي مجموعة قضايا مطلوبة خاصة بأعمال نصف للطرق، خاصة بالتعامل مع محطة المترو، وده الموضوع اللي يتكلم فيه سيادة الوزير وهيتناقش فيه، وأنا هتناقش فيه أيضا مع الدكتور غريم ديلي وزير النقل. ثم انتهت الزيارة هنا في جامع عمرو بن العاص، ويمكن حشفنا من شوية الجزء من الجامع الذي بني أيام عمرو بن العاص، هنا جزء المستحدث. المنطقة دي منطقة جميلة جدا، تحتاج رعاية تحتاج عناية. أنا أوعد إحنا كمحافظة القاهرة سوف نستمر في دعم هذه المنطقة وتنظيفها، وأناشد وواثق في أن المواطنين المصريين وأبناء هذه المنطقة عندما يعني يشاهدوا اهتمامنا ده على وسائل الإعلام أنه يتعاونوا معنا، وأنا متأكد من كده أن احنا نرتقي بهذه المنطقة ونحافظ عليها، لأن ده في يعني إضافة للمنطقة وفيها دعوة لزوارها أن يأتوا ثم يأتوا مرة أخرى، ودعوة للسائحين الأجانب أن يأتوا إلى هذه المنطقة كما شاهدنا عندما زرنا الكنيسة المعلقة. شفنا وفود من اليابان ومن إندونيسيا وغيرها من الدول المحبة لمصر. يعني هذا مجمل ما حدث اليوم، وده الموضوع ده متمشي جدا مع النهج اللي اتخذه الوزير الدكتور محمد ابراهيم ومع نهجي انا، ان احنا نتواصل مع قواعد في الناس ونشوف المشاكل على حقيقتها. ويمكن انا امبارح كنت في منطقه المرج وعين شمس والمطريه، الاسبوع اللي قبليها كنا في مناطق الزاويه والشرابيه وغيرها وهكذا، نتابع هذه المشروعات ونراها على ارض الواقع، ونتمنى انه ان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظن الجميع ونقدم خدمه متواضعه لابناء محافظه القاهره عاصمه جمهوريه مصر العربيه. اشكركم جدا. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا. يعني منذ يعني دقائق كنا قد نوهنا وتابعنا معكم الاضراب الجزئي الذي نفذه اطباء وزاره الصحه في عدد من المستشفيات العامه والمراكز الصحيه التابعه للوزاره، حوالي او ما يقرب من 50,000 طبيب بداوا هذا الاضراب الجزئي اليوم الاول من يناير، وسيتكرر حسب ما هو معلن في الثامن من هذا الشهر، وذلك احتجاجا على عدم التطبيق الفعلي لمشروع الكادر الخاص بالأطباء ماليا وإداريا. هذا الإضراب لن يشمل إطلاقا حالات الطوارئ أو أقسام الطوارئ، لن يشمل وحدات الغسيل الكلوي، لن يشمل الحضانات ولا الحميات، كذلك لن يشمل المستشفيات الجامعية، كذلك لن يشمل المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ولا مستشفيات الشرطة في جمهورية مصر العربية كافة. لكن نتوقف الآن لكي نعرف ماذا يريد الأطباء من هذا الإضراب، وكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة التي ربما هي مستمرة منذ أسابيع وتم التنويه لها منذ أسابيع قليلة بعد الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر التي اتخذت هذا القرار. لكن الحكومة ووزارة الصحة كان لهم دور في نزع فتيل الأزمة، تم رصد 6.5 مليار جنيه لتنفيذ الكادر. وزيرة الصحة الدكتورة ماهر رباط كانت قد قالت بأنه سيتم تطبيق الكادر على 490,000 طبيب في مصر، لكن هذه التصريحات وهذه الوعود لم تثني الأطباء عن الدخول في الإضراب الجزئي اليوم. نتعرف عن قرب ما الذي حدث وكيف يتم الخروج من هذه الأزمة والمفاوضات الجارية الآن لوقف هذا الإضراب
من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس وأمين صندوق نقابة الأطباء. دكتور خالد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور خالد، يعني أولا السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الناس الآن، لماذا الإضراب في هذا التوقيت؟ خليني بشكر حضرتك طبعا على الاستضافة واهتمام قناتكم بأحوال الصحة في مصر. مش ناس كتير فاهمة ان يعني اكبر خطر يهدد المصريين حاليا هو يعني ليس الارهاب فقط، الارهاب يودي بحياة المئات المصريين بطريقة يعني فيها خيانة وخسة، وكلنا يعني في الحق في هذه في يعني ضد هذا الارهاب ونعزي الشعب المصري في ضحايا الارهاب. لكن سوء السياسة الصحية في مصر تودي بحياة مئات الألاف من المصريين وتعرض ملايين من المصريين إلى المرض زي التهاب الكبد الوبائي وغيره، اللي وصل إلى مراحل يعني نسب غير مسبوقة عالميا واحتللنا المراكز الأولى في نسبة الإصابة بهذا المرض وأمراض أخرى. يا حضرتك بترى أن الوضع الصحي المتدني في مصر كارثي. هو أخطر على مصر ومستقبل مصر من الإرهاب؟ طبعا طبعا، يعني أنا الإرهاب يقدر يموت كم المصريين سنويا، وسوء الإدارة الصحية تقدر تموت كامل المصريين. احنا بنوزنها كده، وده السبب ان احنا اصرينا ان احنا الإضرابات نوعين، في إضرابات عقابية اللي هو لما يكون عامل في مصنع بيوقف الشغل بيعاقب صاحب المصنع فبيوقف الإنتاج، وفي إضرابات تحذيرية. احنا إضرابنا تحذيري لان الأطباء بيوزنوا بين حاجتين، حقهم الدستوري في الإضراب للإصلاح والقوانين التي تمنع بالإضرار بصحة المريض. نعم. فإحنا عندنا لذلك كان واضح جدا جدا زي ما حضرتك قلت إن الإضراب لا يشمل أي حالة حرجة، الحوادث، الطوارئ، الرعايات المركزة، الغسيل الكلوي، الولادة إلى آخره. يعني إحنا عشان كده إحنا يعني التصريحات اللي صدرت من وزارة الصحة وتصريحات بعض المسؤولين في وزارة الصحة اللي بيجاملوا الوزارة النهاردة بكلام خاطئ زي اللي قريته مكتوب على الشرقية وغيره، الكلام ده غير صحيح بالمرة. وإحنا عندنا قرار من مجلس نقابة الأطباء إن أي طبيب سيقول تصريحات خاطئة أو يتعسف مع الأطباء سيتم تحويله إلى التحقيق في لجنة أداب المهنة بنقابة الأطباء. طيب خليني برضو في الجزئية دي، تم تحويل 2 من الأطباء في مستشفى النصر في بورسعيد منذ قليل نتيجة لأن هم كانوا بيعملوا فاتحين العيادة الخارجية. لا الكلام ده مش مظبوط، احنا ما بنحولش الذي يعمل، احنا قلنا في العمل حق في الدستور. هم لم يستجيبوا للبروتوكول الخاص بإضراب الأطباء. بعض الناس بتحاول ان هي تسوق سمعة الأطباء. انا رئيس لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء بقول لحضرتك ان الكلام ده لم يحدث. يعني فليقول لك ان ده حدث، الطبيب اللي يعمل مش هيعاقب. لا العمل حق في الدستور، لا نستطيع معاقبة من يعمل، لكن احنا نستطيع معاقبة من يتعسف مع من يضرب اللي تمام. هو ضد الدستور ايضا. اللي عايز يعمل احنا ما نقدرش ان احنا نعمل له حاجه. لكن انتم ضد معاقبه من سيضرب؟ احنا لم نعلن هذا ولم ياخذ تتخذ الجميع العموميه قرارا بهذا ولا مجلس النقابه اعلن هذا. في محاولات لتسويق سمعه الاضراب زي بيان حضرتك بتقوله، وزاره الصحه بتقول ان في 490 الف طبيب هيستفيدوا. مصر ما فيهاش 490 الف طبيب، عدد الاطباء في مصر 120 الف، والذين يعملون في وزاره الصحه على قائمه العمل اقل من 50 الف طبيب. والمشروع الذي صدر ليس للاطباء، المشروع ده صدر للعاملين بالشؤون الصحيه وليس بوزاره الصحه ولا بالمهن الطبيه. عدد الاطباء فيه زي ما بقول لحضرتك ما بين 30 و35 الف طبيب مستفيدين. طيب. واستفاده الرقم 490 الف طبيب اللي قالته وزاره الصحه ده تفسره حضرتك؟ ده رقم المستفيدين من القانون اللي طالع، ده معظمه فنيين صحيين خارج نطاق الطب خالص. يعني في الصرف الصحي وفي المحليات الى اخره. طب هل ثواني بس على الارقام دي مهمه جدا ان احنا نحللها. عدد العاملين بالدوله حوالي 5 مليون مواطن عاملين بالدوله، هي دلوقتي بتدي ل 10% من العاملين بالدولة، دول مش أطباء ولا تمريض ولا صيادلة ولا أي شيء، دول 60% منهم عاملين لهم علاقة بالشؤون الصحية في المحليات، أكتر من 250 ألف منهم. فإحنا عاتبين جدا جدا على وزارة الصحة بالبيانات المغلوطة اللي بتطلع. وزارة الصحة بتتعاون معنا وبنقعد مع بعض ونتفق، وبعد كده تطلع بيان عكس الكلام اللي اتفقنا عليه. مين اللي بيطلع البيانات دي احنا مش عارفين. طيب حضرتك بتفسر لي ان نقابات العلاج الطبيعي، نقابات الفنانين الصحيين، التمريض رفضت الاضراب. والله دول بقى اولا احنا ما قلناش اضراب للتمريض، احنا بنقول الاطباء سيضربون. الممرضة اللي تنزل تكشف مكان الطبيب بتتحاسب قانونا، دي مزايدات من بعض النقابات. يعني نقيبة التمريض هي بتشتغل في وزارة الصحة، هي الجهة التنفيذية وهي النقيبة، هي بتحاول برضو تجامل زي ما وكيل وزارة الصحة في الشرقية بيجامل. هي حرة، لو الممرضات في مصر شايفين ان احوالهم كويسة
يحاسبوا نقابة التمريض بتاعتهم. احنا نقابتنا تحررت واصبحت نقابة مستقلة لحقوق الاطباء فقط، ملناش دعوة بالسياسة. وزي ما قلت لحضرتك اعلنا ان من سيستخدم او يرفع اي شعارات سياسية في الاضراب الحالي او يقول عصيان مدني او كلام فارغ من ده سيحول للتحقيق. ولذلك تراجع كثيرين من الاطباء اللي كانوا بيزايدوا امبارح علينا ويقولوا ان احنا نضرب اضراب غير مسبوق لاستخدامه سياسيا، الان خائفين من تحويلهم للتحقيق وبيحاولوا ان هم يكسروا الاضراب. رفضتم تدخل لاطباء تابعين لجماعه الاخوان ومحاوله اظهار بان هذا الامر هو الباسه بلباس سياسي؟ لا، ما فيش حد يجرؤ يعمل كده، لان احنا قررنا قرار نهائي ان اي حد هيستخدم الاضراب للسياسه سيتم تحويله الى اداب المهنه، وسيتم احنا عندنا عقوبات تصل الى منع عن مزاوله المهنه في مصر وفي الخارج. واخد بال حضرتك النقابه الان ده مجلس منتخب، مجلس ليس له اجنده سياسيه، مدعوم من غالبيه الاطباء، فاحنا مالناش ما بنخافش من حد، لا من الوزاره ولا من الفصائل السياسيه المتناحره. احنا موضوعنا في سبيل المرضى. احنا اعلنا ان المستشفيات الجامعيه مش داخله، عشان الناس اللي بتزايد وتقول ان المستشفيات الجامعيه شغاله، احنا اللي قلنا لهم اشتغلوا. احنا اعضاء التدريس عندنا ناس ممثلين لكل الجامعات الكبرى، القاهرة، عين شمس، اسكندرية، أسيوط، كلنا أعضاء في مجالس النقابات، والقرار جماعي مجلس النقابات في المرحلة الحالية الجامعة لن تشاكر، الجامعة بتشيل نص العلاج في مصر وذلك لمصلحة المرضى. احنا ما بنقولش اضراب كلي ولا اضراب حتى جزء شامل لكل الأقسام، احنا بنقول عيادات خارجية. وقلنا المريض اللي هيجي احنا الأطباء كلهم متواجدين في أماكنهم، متواجدين في الطوارئ والاستقبال، أي مريض يروح يكشف ببلاش، ما فيش مريض هيروح، لان اللي بيحاول وزاره الصحه تسويقه للمرضى ان المرضى بيتضرروا الى اخره. احنا تنبهنا على جميع الاطباء الناس تكشف ببلاش في الطوارئ، الاضراب لتوعيه الناس بالمشاكل الموجوده، ان السياسه الصحيه تقتل المرضى وتقتل الاطباء حاليا. دكتور خالد، عشان الناس اللي بتسمعنا، يعني لو دلوقتي حد لا قدر الله في حادث، في كسر، في اي شيء ما، راح لقسم طوارئ في اي مستشفى في مصر هيجد علاج وهيجد اسعاف. احنا قلنا كمان ان لو الطوارئ ما كفتش هنمد الطوارئ في العيادات الخارجيه، نفتح اماكن للطوارئ في العيادات، لكن مش هيدفع. يعني المرضى النهارده من الاطباء بيكشفوا كلهم ببلاش، الفلوس اللي كانت بتروح لوزاره الصحه احنا منعناها. مفيش تذاكر هتتفتح النهارده. احنا بنقول لاي مريض لا تتوجه الى العياده الخارجيه، توجه للطوارئ. اذا كنت مريض يعني بشيء يستحق ان الطبيب يشوفك دلوقتي، الطبيب سيراك مجانا ويصرف ليك علاج اذا كان متوفر مجانا. طيب، يبقى دي معلومه مهمه جدا من امين صندوق رقابه الاطباء، ان اي مريض يروح لقسم الطوارئ النهارده في اصابه، في شيء، فيما الى ذلك، في حاله طارئه او عاجله، هيتم توقيع الكشف عليه مجانا دون اي تذكره للمستشفى، حتى وان كان علاج متوفر سيتم صرف علاج مجانا. طبعا، لان الاضراب لمصلحه المرضى وليس لعقاب المرضى. التسويق السياسي الخاطئ من وزارة الصحة واللي كان قبل كده بيبان، احنا بنشكر الاعلام ان هو بيدينا الفرصة للرد على هذه المهترات. البيان اللي طلع امبارح بمرتبات اطباء لا علاقة لها بالواقع، كأن الطبيب التكليف ده مليونير بياخد 3000 جنيه في الشهر، كان بياخد 1500 وهيبقوا 3000 في شهر يناير، الكلام ده ليس له علاقة بالواقع. طب خلينا نحرك في الميزانية. في الميزانية، من أسابيع من بعد الجمعية العمومية غير العادية لحضراتكم لأطباء مصر لغاية النهاردة أو لغاية امبارح، خلينا نقول 31 ديسمبر، الاتصالات مع وزارة الصحة، مع الدكتورة مها، مع الدولة، وصلت لفين؟ حركت الموضوع لفين؟ والله الدكتورة مها عملت خطوة نبيلة منها، جت لغاية النقابة وهنأت المجلس في أول اجتماع لي، وإحنا استبشرنا خير بهذا. حصل عدة لقاءات وحصل اتفاقات معينة كانت المفروض تعلن، ان احنا نقول ان الكلام ده ليس له علاقة بمطالب الاطباء لكنه تحسين للعاملين بالشؤون الصحية زي ما قلت لحضرتك، واحنا مع العدالة الاجتماعية ومع هذا التحسين، لكن ما نعلنش للناس ان ده ان 490 الف طبيب وان 6 مليار للاطباء، الكلام ده غير صحيح بالمرة. يعني نسبة ما سيحصل عليه الزيادات الطفيفة يعني حوالي 300 جنيه اللي هو بيمثله 20% زيادة على الحد الأدنى للأجور. يعني أنا العامل قليل التعليم اللي بيعرف يقرأ ويكتب هياخد 1200 جنيه، والطبيب اللي معاه بكالوريوس وإلى آخره بياخد 1500 جنيه، ده الكلام ده في شهر يناير. فالصورة الخاطئة اللي حصلت وإحنا نبهنا عليهم، كان في اجتماع مشترك بين وزارة الصحة ووزارة المالية ممثلين عن النقابة، وقلنا يا جماعة اللي انتم مقدمينه ده كلام خاطئ، وده حيثير ثورة كبيرة وعارمة، لأن الأطباء لن يسكتوا على هذه المهانة، لأن الأطباء هم الـ يعني الحصن الأول للسياسات الصحية. النهاردة لما بيجي مريض عايز سرير رعاية مركزة بيروح الاستقبال ما يلاقيش بيضرب الطبيب،
والطبيب ذنبه ايه؟ مفيش اسره رعايه مركزه. احنا مصر دوله بتزيد 2.8 مليون سنويا، مفيش معدل زياده في اسره الرعايه المركزه ولا لا. في الحضانات ولا في الانفاق الصحي. جميل. يتوازى مع هذا. طيب خليني امسك المطالب مطلب مطلب مع حضرتك. اولا الاجور. لا الاجور مش اولا، يعني هو اللي حضرتك ذكرته في البدايه. احنا قلنا ايه؟ احنا عندنا الكادر شقين، شق اداري وشق مال، والشق الاداري اهم من الشق المالي في الوقت الحاضر. الاطباء يضربون وتيجي الشرطه تعمل محضر تشاجر. تخيل حضرتك لما انا بقى طبيب شغال في الاستقبال تقريبا شغال مجانا، باخد 50 في القرش في اليوم بدل عدوى، وبعد كده المريض يجي ما يلاقيش الحاجه اللي المفروض تتعمل له. مش ذنبي، ما فيش ميزانيه. النهارده في كمان وقفه حداد على الزميل الدكتور عبد اللطيف اللي كان توفي نتيجه عدوى. نتيجه عدوى ده طبيب من الاطباء. احنا عندنا شهداء الاطباء بالعشرات كل سنه. أكيد. اللي هو واضح ان هو مهنيا، لكن اصابات الاطباء بالالتهابات الفيروسيه وبالعدوات يعني عشرات الالاف كل سنه، وده طبيعي وجزء من مخاطر المهنه، لكن لا يتم التقدير ذلك. وللاسف هناك يعني مهن اخرى بتعطى بدل علاج وبدل عجوة يعني الاف من الجنيهات وبدل الاف من الجنيهات، وهم لا يتعرضون للعدوى بالاساس زي القضاة مثلا. احنا ما بنقولش ان هم يعني مرتبات القضاة يعني تعتبر بالكاد بالنسبه لهم، لكن احنا مرتباتنا متدنيه جدا. ما ينفعش يبقى بدل عدوى 50 قرش في اليوم، هذا الكلام يعني لا يصح. طيب اجمالا هل تتوقع ان 6.5 مليار هيتم تطبيقه قريب؟ ولو تم تطبيق 6.5 مليار ده هيحدث فارق بالنسبه للاطباء؟ مش هيحدث فارق يذكر، لان زي ما قلت لحضرتك ال 6.5 مليار دول مش للاطباء، دول للعاملين بالشؤون الصحيه داخل الوزاره وخارج الوزاره في كل انحاء مصر، ودول 10% من موظفي الدوله. نسبه استفاده الاطباء بالنسبه للرواتب الحقيقيه اقل من 10%، واخد بال حضرتك؟ فده اعلان ان 6 مليار دول للاطباء اعلان خاطئ ومتاجره بكلام ما يصحش، وده بيعرض الاطباء لمخاطر اكتر، ان ده استعداء للشعب. انا لما اعلن للشعب ان مرتبات الاطباء كبيره روحوا اكشفوا يا ناس، واللي ما عالجوش هيموتوهم بعد كده في الاستقبال بدل ما بيضربوهم الان. احنا بنناشد اولا وزاره الداخليه ان المحاضر تتعمل محاضر اعتداء مش محاضر تشاجر، ويتقبض على الدكتور وعلى المعتدي والاثنين يبعتوا للشرطه. الكلام ده ما ينفعش. المسؤوليه القانونيه تكون مشتركه ما بين المستشفيات وبين الطبيب في حاله عدم وجود، في حاله اي تقصير. احنا بنقول حسبونا، بس حسبونا بعدل. ما ينفعش انا مريض يحصل تلوث في الجرح، الطبيب يبقى هو الجراح يبقى هو المسؤول. ما ممكن يكون ده من التعقيم. حققوا في الموضوع، شوف المستشفيات فيها ايه، شوف الامكانيات فيها ايه، شوفوا بقيه الطاقم الطبي فيه ايه. احنا دلوقتي بنتحمل كل المسؤوليه السياسيه والطبيه والمهنيه والاجتماعيه، وما بناخدش اي مقابل على ذلك. ده احنا هاجي لحضرتك كمان، احنا لسه ترفعا من اعضاء التدريس في الجامعات، اعضاء التدريس بيشتغلوا ببلاش في المستشفيات الجامعيه، بياخدوا صفر، ما بياخدوش مرتبات خالص في المستشفيات الجامعيه، بياخدوا مرتبهم زي اي استاذ في اي حته تانية، ويعملوا كاطباء مجانا. لكن احنا احتراما لاخواتنا في وزاره الصحه والوضع السيء اللي هم فيه، احنا قلنا هنتضامن جميعا، ويعني هنكون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء. اذا كانت المستشفيات الجامعيه النهارده مش مشتركه، إذا لم يحدث تقدم فعلي في المفاوضات بيننا وبين الحكومة، وتم تقدير مصلحة المواطن أولا، لأن احنا بنقول أن الأطباء لما يجدوا قوت يومهم ويجدوا العلاج لأولادهم ويقدروا أن هم يشتغلوا، ده هيكون لمصلحة المواطن. الأطباء يهجرون مصر، 60% من الأطباء بيتركوا مصر الآن إلى الدول العربية والدول الغربية هربا من الأحوال السيئة. داخل مصر بيحصل تسرب من المهنة، بيشتغلوا مهن تانية. يعني شوف حضرتك كم طبيب بيشتغل في الاعلام وفي السياحه وفي شركات الادويه مندوبين مبعات، حتى في مدارس يعني، حتى وبيدرسوا في مدارس. مزبوط. فاذا استمرنا كده بعد 5 أو 10 سنين من الان لن يجد المريض. طيب. اطباء لعلاجه، لان طبعا ما فيش مقابل. طيب حضرتك ذكرت ان في مفاوضات جاريه، واذا ما استمرتش او ما نجحتش هذه المفاوضات سيتم تطوير الاضراب. كان هناك مفاوضات جارية. تمام. حتى 3 أيام مضت. أيوة. واتفق على أن اللي موجود ده ليس له علاقة بالكادر، وطلعنا بيان رسمي من النقابة أن اللي موجود ده مجرد مسكنات بتضم الأطباء، ضمن من الأطباء نسبتهم أقل من 15% من المستفيدين. تمام. يجب اعلان ذلك في صورته الحقيقيه، ولا يجب المتاجره واستعداء الشعب. طيب. على الاطباء كان رد الوزاره ايه؟ الوزاره ردت ببيانات عاريه تماما عن الصحه. احنا جبنا امبارح عملنا مؤتمر صحفي، صورنا مستندات رسميه من مرتبات الاطباء الحاليه في التكليف لغايه انا 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 جاي لي امبارح واحد عنده 59 سنه هيطلع معاش مرتبه 1300 جنيه بالحوافز، يعني اذا مرض هياخد 500 جنيه. تخيل حضرتك الطبيب اذا يعني احنا بنشتغل زي عمال اليوميه الان،
اذا واحد منا مرض او خد اجازه بمرتب حتى عشان خاطر يذاكر او عشان خاطر عندها حاله ولاده او اي شيء بتاخد الاساسي من 300. الاساسي بيبتدي من 241 جنيه اساسي الطبيب اللي هو التكليف حديث التخرج، الى اقصى طبيب بياخد اساسي 600 جنيه. فالاحوال الحاليه احنا بنترفع عن ذكر هذه الارقام، لكن اضطررنا اضطرارا بعد ان قامت طيب. وزاره الصحه بالمتجره بارقام كذا. هل اليوم في اتصالات من وزاره الصحه معاكم في بدايه الاضراب؟ في اطراف ثالثه بتحاول دلوقتي تنسق لتنشيط الموضوع، لان الموضوع امن قومي مش موضوع بس خلاف على فلوس ولا اي شيء. دي مصلحه مصر وده مستقبل المصريين والمخاطر التي تهددهم. احنا النهارده بنطلق يعني احنا بنعمل اشاره صفراء كبيره جدا للمصريين كلهم وللحكومه، يا ناس لازم نقعد نشوف حل لهذا الموضوع. احنا ما بنجبرش الحكومه على شيء، احنا قلنا لهم حتى اعملوا قالوا معناش فلوس واحنا تعبانين، قلنا لهم مفيش مشكله اعملوا الجانب الاداري النهارده ونجدول الحاجات اللي المفروض تتعمل الاساسيه على سنوات قادمه. يعني لكن هم الماديه يمكن ان تجدول ولكن تريدوا اصلاح اداري فوري. احنا مواطنين مصريين هدفنا هو صحه المواطن، ده انا بتكلم على نقابه الاطباء وحقوق الاطباء. الاطباء اكتر فئه بتشيل الوطن على حسابها، احنا بنعمل لخدمه المواطن على حسابنا. واخد بال حضرتك؟ الطبيب يمكن بيصرف في المروح والمجيه على المستشفى اكثر مما يتقاضى من راتب. الطبيب محتاج، هو الفئة الوحيدة اللي محتاجة تعمل دراسات عليا بتصرف عليها من جيبها، هي اللي محتاجة على طول تعليم طبي مستمر حتى يكون على مستوى مواكبة العلم والتغيرات اللي بتحصل في الدواء وإلى آخره طرق العلاج. كل ده بيعمله على حسابه، مفيش أي جهة يعني راضية تتبنى حقوق الأطباء لمصلحة المواطن. احنا ما بنقولش حاجات لمصلحتنا. طب دكتور خالد، حضرتك قلت ان كان في اتصالات وكان في واليوم في أطراف ثلاثة، لكن تتوقع إذا الإضراب النهاردة نجح هينجح إزاي؟ ونتيجة نجاحه ده هتكون ايه او هتتمثل في ايه؟ طبعا احنا بنشكر وزارة الصحة ان هي ساعدتنا جدا جدا بالبيانات اللي طلعتها، ان هي ساعدت يعني اهم حفزت كل الاطباء. احنا بنبص لنسب الاضراب عشان خاطر طبعا الناس اللي بتزايد علينا من الموظفين في وزارة الصحة، وسيتم محاسبتهم حال تقديم اي شكوى. كل دول اطباء وخاضعين للنقابة وخاضعين للتحقيق من اداب المهنة حتى لو كان وكيل وزارة في اي حتة. فانا برضو بفكرهم بهذا الموضوع، لا يعني يجب عدم المتاجرة بآلام زملائك بادعاءات خاطئة أو بكلام شكله سياسي لتقلد مناصب أعلى. إحنا بنقول دلوقتي إحنا إضرابنا بالأساس هو إضراب عيادات خارجية بالأساس. إحنا بنحسب نسبة العيادات الخارجية اللي كانت مغلقة اليوم. كثير من المحافظات كان 100% من العيادات الخارجية مغلقة في مستشفيات كبرى فيها. إحنا عندنا النهاردة هيتم مؤتمر صحفي، دكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام هيقوم بنصد كل زي ما عودنا الناس. إحنا ما بنتكلمش كلام، بنتكلم بأرقام مثبتة بجداول، وهنعلن زي ما كنا بنعمل ساعة انتخابات نقابة الأطباء وكثير من الوسائل الإعلامية طلعت وقالت نتائج خاطئة، لكن إحنا بنصبر لا نتسرع وندي حاجات موضوعية، لأن هي لينا تقييم لينا قبل ما يكون تقييم الإضراب بصغير. الإضراب في أماكنه اللي هي العيادات الخارجية مستوى عالي جدا جدا، أقل أشياء يعني أقل أماكن بعتت 60%، اللي هو تلاقي مثلا دكتور أو اثنين فاتحين عيادة في وسط 50 عيادة المفروض تتفتح. هذا هو المقياس الحقيقي، وهذا يدل على الغضب العارم عند الأطباء أولا من سياسة من إهانة وزارة الصحة اللي قامت بيها خلال اليومين الماضيين بإذاعة بيانات خاطئة، ثانيا من السياسة الصحية وتحملنا لوزر عشرات السنين من سوء الإدارة الصحية وإحنا بنحاول نغير ومصلحتنا واحدة. لو لم تصل الرسالة ولم يفت هذا الإضراب في عضد مسؤولي وزارة الصحة، ماذا هو تصرفكم يوم 8 يناير؟ هل يتم تصعيد وتطوير شكل الإضراب يوم 8؟ احنا ما احناش في حرب مع وزارة الصحة، احنا عايزين نتفاهم مع وزارة الصحة، ما هياش احنا مش اعداء، كلنا نعمل لمصلحة الوطن. والمفروض انه انا عندي اتنين موظفين اساسيين للاطباء في مصر، وزارة الصحة والجامعة، والاتنين دول عندهم اكتر من 70% من الاطباء العاملين في مصر بيشتغلوا في الاتنين دول. المفروض ان انا بتكلم معاهم عشان خاطر يبقى في شغل احسن في وزارة الصحة وفي الجامعة لمصلحة المريض بالاساس. لما الدكتور يعني يجد الحد الادنى من احتياجاته سواء الاجتماعية او الادبية او المادية هيقدر يشتغل احسن. فالفكرة ان احنا اعداء لوزارة الصحة دي فكرة خاطئة، وبعض المسؤولين القدامى اللي بيتجدد لهم يعني بقالهم عشرات السنين في مواقعهم هم اللي مبوظين العلاقه بين النقابه ووزاره الصحه. بنتفق على الاتفاقات ونحدد ونتفق على الجداول، والجداول بعد ما نمشي تتقطع وتترمي في الزباله وتطلع بيانات مخالفه لاثاره الراي العام واثاره المشاكل. واخد بال حضرتك؟ فانا بقول يوم 8 هيكون زي النهارده بنفس
يعني حدود الإضراب كما أعلنت من نقابة الأطباء، وسيتم التقييم بعد يوم 1 ويوم 8. احنا كنا نقدر ان احنا نعمل إضراب يومي زي ما حصل المرة اللي فات، لكن احنا مقدرين الحداد اللي في مصر نتيجة الهجمات الإرهابية، مقدرين ان في استحقاقات دستورية قادمة، مقدرين الوضع السياسي اللي موجود، مقدرين ان الحكومة تعبانة وعندها حاجات كتير. كل ده مش معقول احنا نقدر كل حاجة وما بيقدروش اي حاجة. فعملنا الإضراب يومين وسيتم بعدها التقييم، وطرق التصعيد يعني ستبحث، ولكل حادث حديث وكل الاحتمالات مفتوحة. طيب اسمح لي يعني أنوه إلى الخبر الذي أمامنا على الشاشة الآن، أن قوات الأمن تدخل حرم جامعة الزقازيق للتعامل مع طلاب تنظيم الإخوان الذين قاموا بإحداث شغب داخل أسوار الجامعة. معي على الهاتف رئيس جامعة الزقازيق الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي. دكتور أشرف أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إيه يا فندم اللي حصل تحديدا من طلاب الإخوان هذا الصباح ما استدعى دخول قوات الأمن؟ هو ما حدث اليوم هو ما حدث بالأمس وما بيحدث دلوقتي في جميع أيام الامتحانات من محصولة لتعطيل الامتحانات وإثارة الشغب داخل الحرم الجامعي. إحنا يوميا بنظبط حاجات غريبة، ضوء ومية مرار وكاوتش، فرد كاوتش وكلام من ده بيحاولوا يدخلها للحرم الجامعي بيحدث فوضى. ونعم بيظبطها بيتعامل معها، لكن النهاردة زي الأيام السابقة محاولة للتجمع بأعداد 200 واحد مثلا، ومحاولة ان هم يبتدوا يعملوا شماريخ وضرب وكلام من ده في افتاد اعمال الامتحانات. وانا في الحاجات دي ما 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 يعني الامن الاداري بيفضل حواليهم لغايه ما يبدا يحدث تصعيد. الامن الداخليه فورا بيستدعيه وبيدخل يتعامل مع الموقف، وهو ما حدث وفي خلال دقائق انتهى الموقف. يعني نقدر نقول ان الان جامعه الزقازيق اصبحت بلا يعني بلا احداث شغب لهذا اليوم، وان الامتحانات تسير بشكل طبيعي. شوف احنا عندنا اصرار كامل على استكمال اعمال الامتحانات والدراسه بشكل كامل من بدايه العام الدراسي وفي فتره الامتحانات. عندنا اصرار على الاستمرار وهو ما يحدث، لن تعطل الامتحانات ولن تعطل. حضرتك يا فندم كافيه وكفيله بحفظ الامن ده. دكتور أشرف حضرتك اللي استدعيت قوات الشرطة هذا الصباح. نعم حضرتك. نعم. اللي استدعيت قوات الشرطة. أيوة فندم. أيوة. تمام. مفيش أي حد آخر حتى من عمداء الكليات مخول لي أن يستدعى الشرطة دون الرجوع لسيادتك يا فندم؟ لا دي سلطة رئيس جامعة، سلطة رئيس جامعة، وأنا فور إبلاغي من الأمور. أنا بتابع بمجرد ما يبقوا نفرين ثلاثة بتابع الموقف واللي بيحصل والتزايد والبوابات والكل، ولما تصل لمرحلة تهديد استقرار اعمال الامتحانات فورا بنتعامل معها بجديه. اول ما ابتدوا يفرقعوا شماريخ وضرب وكلام من ده كان لازم الامن يتعامل. انا بشكر الحقيقه الامن لانه دخل بشكل سريع وتعامل مع الامر بشكل سريع. هل تم القاء القبض على اي من الشباب المشاركين في اعمال الشغب داخل طبعًا الجامعه؟ طبعا الامن يعني هو دي مسؤوليته هو، يعني هو الامن بيعمل كده، بس انا الحقيقه ما عنديش حصر بالاعداد. طيب هل يا فندم في حالات فصل او تحويل لمجالس تاديب وقرارات اتخذت بحق طلاب او حتى اساتذه بينتموا لتنظيم الاخوان داخل جامعه الزقازيق مؤخرا؟ اكيد في عدد كبير من الطلاب وفي عدد اعضاء هيئه التدريس اللي هم بيساندوا واللي ثبت عليهم حاجه، لان اللي ما بيثبتش عليه حاجه مش هنقدر نتعامل معاه طبعا، لان حفاظا على كرامه الاستاذ. هل في قرارات يا فندم اتخذت مثلا تجاه الاساتذه؟ في بحق من ثبت في حقه انه ساهم في هذا؟ تحقيقات جاريه. التحقيقات جاريه حتى الان؟ حتى الان. البعض يرى بانه ربما يكون في تباطؤ شويه في مساله التعامل مع الاساتذه ربما لعدم اغضاب جموع الاساتذه في مصر يعني، لكن هل ترى بان هذا الامر حقيقي ام انه لا توجد ضغوط عليكم في اتخاذ اي اجراءات تقديميه تجاه الاساتذه؟ انا هقول لحضرتك يعني انا واضح في كلامي تماما. لو عندي ما يثبت على عضو هيئة تدريس أشياء تستوجب المساءلة هيسأل ونصل إلى أعلى مستويات الأمر التي تصل إلى الفصل النهائي للعام في الجامعة. احترام عضو هيئة تدريس ده واجب وده حق لي وحق علي. تمام. لكن هذا لا يتعارض مطلقا مع النظم والقواعد. أشكر سيادتك يا فندم. أشكر سيادتك، شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق. نعود إلى إضراب الأطباء. الأستاذ الدكتور خالد سمير أمين صندوق النقابة
طبعا معايا بقالنا دقائق يعني بنستعرض بنود الإضراب وأسباب الإضراب والجهود التي كانت مبذولة من وزارة الصحة وكذلك من النقابة لمحاولة يعني نزع فتيل الأزمة، لكن يبدو أن الأمور قد خرجت عن السيطرة. ما على الهاتف الآن الأستاذة الدكتورة مها الرباط وزير الصحة. دكتور مها أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. تعليق حضرتك يا فندم على اللي قاله الدكتور خالد سمير بأن ما ذكرتيه من مسألة 490 ألف طبيب هيشملهم الكادر الجديد 6.5 مليار، قال بأن هذه البيانات هي فقط هي محاولة لامتصاص غضب الأطباء وأنه لا وجود لهذه الأمور على أرض الواقع، وهو ما أغضب الأطباء أكثر. خالد سمير قال كده؟ 490 ألف طبيب يا دكتورة مها، في مصر 490 ألف طبيب؟ 400 ودول العاملين في القطاع الصحي يا فندم. ده اللي قلناه. هذا القانون هذا القانون بيغطي كل العاملين في القطاع الصحي، أطباء، صيادلة، أسنان، علاج طبيعي، فنيين، علميين، البيطريين اللي هو داخل وزارة الصحة، الفنيين، وليس الأطباء يا فندم. طيب الدكتور خالد يا فندم بيقول تمام أنا مع حضرتك، لكن الدكتور خالد بيقول إن نسبة استفادة الأطباء منه تكاد لا تذكر وبالتالي هم يرفضوه. إزاي يعني لا تذكر؟ اتفضل دكتور خالد. لا إحنا البيانات اللي اتقالت الدكتورة مها وتعرضت علينا إن في 6.5 مليار لكادر الأطباء. يعني كادر القانون يا فندم للمهن الطبية. أي تمام كده، ولا المهن الطبية للشؤون الصحية. حتى في ناس مش تبع العلاج خالص هيستفيدوا منه، واحنا زي ما كنا في المحادثات مع حضرتك احنا كنا متفقين على هذا، يستفيدوا منه. وان بقول لحضرتك ان في ناس في المحليات ما بيشتغلوش على علاج المرضى، ما هو الطبيه دول اللي هم علاقه بالمهنه. لا احنا بنتكلم هنا هو تعالى عاملين في المهنه في القطاع الصحي. تمام كده تمام، انا متفق مع حضرتك، انا قلت هذا الكلام ان المستفيدين من القانون والناحيه الاشرافيه والناحيه يغطي في المناطق النهية، بتدي بدل مهن طبية لكل العاملين، بيدي حوافز وبدلات، حاجات بتثبت عليهم وعلى طيب. حسب احنا قايلين على حسب امتيازات وعلى حسب ترقيات. طيب. سيادة الوزيرة برضو على فكرة بإذن حضرتك 6.5 مليار جنيه رصدت ان شاء الله، هو هيستكمل كلية ان شاء الله 1/7/2015، يعني احنا من هنا لحد 1/7/2015 هيتم 75% تنفيذه، من 1/7/2015 هيتم استكمال ال 25%، يعني السنة المالية الثانية اللي هيتأخر سنة بس اللي هو استكمال استكمال اللي هي بدل المهن الطبية، لان هو كما يعلم الدكتور خالد سينفذ على مراحل، وده كان بالتوافق مع النقابة ايضا. طب دكتور خالد هل هذا يرضيكم؟ لا احنا قلنا احنا كان اتفقنا ان ده يعتبر كله مرحلة اولى من التحسين، وان ده ملوش علاقة بالكادر. فوجئنا ببيان طالع بيقول 6.5 مليار لكادر الاطباء لقانون تنظيم. ما انا بقول لحضرتك البيان موجود يا دكتورة مها، حضرتك البيانات موجودة اللي اتنشرت في الصحف على لسان حضرتك وعلى لسان يعني وزارة الصحة. ليس هناك كادر يا دكتور خالد، واحنا بس كده ليس هناك كادر. انا عايز اسمع الكلمه دي من حضرتك. ليس هناك كادر ليه؟ ليس هناك كادر ليه؟ ليس هناك كادر، مفيش مسمى اسمه كادر، مفيش مسمى قانوني او مسمى مالي اسمه كادر، ولكنها تعطى في صوره بقى بدل وحوافز. حضرتك كنت قاعد لما وزير الماليه كان ايوه يا فندم وان كلمه كادر دي حتى لما بتكون للقضاء ما اسمهاش كادر، حتى لما بتكون المدرسين يعني دي ولا للمهن ولا للأعضاء التدريس، فهو قانون بينظم هذا العمل. كلمة كادر دي لوحدها مش موجودة. طب دكتور خالد حاجة تانية اتفضل يا دكتور. كنا بنقول ان دي مرحلة اولى يتبعها مراحل اخرى في الاصلاح. تمام واحنا حذرنا من اعلان ارقام غير صحيحة لما حضرتك ادولنا الجدول، وقلنا الجدول ده معناه ان واحد ياخد 20 نبطشية في الشهر، وده حاجة غير ممكنة، وان هو يكون كل الاطباء في مناطق نائية. ليه نعلن ان الطبيب هياخد 3000 جنيه؟ نحط الضرائب ونحط التأمينات ونحط حاجات تخيلية لا يمكن حدوثها. ازاي يا فندم يعني؟ الجدول اللي طلع بهذا، الجدول اللي طلع ده لا يمكن تحقيقه، محدش هياخد 3000 جنيه ابدا يا فندم. ده بالتأمينات والضرائب ما هي مكتوبه. اسمع يعني هم زودوا ايه الحد الاقصى الذي يمكن الحصول عليه من نبطشيات ومبيت ياخد 20 في الشهر
20 بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا دكتوره مهند. بعد اذن حضرتك انا بس مش قادره اخش دلوقتي في المناقشه لان انا مش عارفه حضرتكم كنتوا بتتكلموا عن ايه. انا داخله كده في النص. هو ده يا فندم تحديدا يعني اللي انا عايزه اقوله لحضراتكم ان فضل. القانون ده هو الحمد لله اتوافق عليه امبارح من المجلس. حضرتك كنت ويانا دكتور خالد في لقاء وكنا بنتكلم عليه وكنا بنقول هذه مرحله اولى من الاصلاحات تستكمل بعد كده هو اللي هي كانت على سنين تانية ان شاء الله ودي المرحله الاولى. حته بقى ان كم واحد ياخد نبطشيات وكده هو دي موجوده في القانون موجوده في القانون. طب يا دكتور ايوه سياده الوزيره انا اسف لمقاطعه حضرتك يعني عشان برضو ما ندخلش في تفاصيل كتير ربما ما تهمش. عايز اخش في تفاصيل انا لا خالص يا فندم انا مع سيادتك والله وحرص سيادتك الشديد على تكفيف منابع الازمه انا عارف ده كويس جدا يعني. وانما يا فندم طيب دلوقتي لو لم تلبى جميع الطلبات هيكون في اضراب اخر يوم ايه هي الطلبات يا يوم 8 يناير كل الامور اللي كان قالها الدكتور خالد امور ماديه وامور اداريه. قال ايه يا فندم؟ لا لو تتذكري حضرتك في اتصالنا الهاتف الاخير احنا اتفقنا ان احنا هنيجي لحضرتك ونقعد نشوف الشق الاداري. ما حدش كلمنا عشان نيجي نقعد نشوف الشق الاداري من القرار بالظبط. حضرتك كنت موجود. الجدول اللي اتفقنا مع اللي هو اشرف عليه تم اهماله تماما واصدار الجدول القديم. انا جدول يا فندم ثانيه واحده. حضرتك لما جيت كنت بتتكلموا على توزيعه المناطق النائيه ده في الناحيه التنفيذيه بيطلع يا فندم. ما احنا اتفقنا يا دكتور خالد ان في حاجات بتطلع في القانون وتفصيلاته تطلع في اللائحه التنفيذيه. يا دكتوره مها اللي اعلن للناس ان الطبيب هياخد 3000 جنيه الكلام ده غير صحيح يا فندم. يا دكتور الطبيب في شهر يناير التكليف هياخد 1491 جنيه يعني اكتر من الحد الادنى اللي بيجيبه ب 300 جنيه. دقيقه واحده في طب ثواني بقى دكتور خالد اتفضلي يا فندم. دكتور خالد ان يناير 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 اللي احنا فيه النهارده اول يوم اكيدا لا لان احنا قايلين ده بيتنفذ على طريقه مرحليه ينفذ في سنه في خلال سنتين ونص. ايه وفي خلال سنتين ونص من غير النبطشيات هيبقى 1700 جنيه ومكتوب تحت ان ده بيمثل 25% من الناس اللي هياخدوا النبطشيات وده خلي بال حضرتك مش محسوب في مناطق النقل. طيب ده مش هيرضيكم يا دكتور خالد؟ مش هيرضيكم الكلام ده؟ احنا كنا اتفقنا على اتفاقات. طيب اولا عدم اعلان الارقام بهذه الصوره لان ده استعداء للشعب على الاطباء. ثانيا والدكتوره مها انا ما بقولش الدكتوره مها طيب. مش متعاونه زي انا قلت لحضرتك دكتوره مها كانت متعاونه جدا وعملت حاجات وزير صحه ما عملهاش قبل كده في احترام النقابه ولكن لكن احنا بنتفق على حاجات بيتعمل عكسها. طيب اللي الدكتوره مها خليني مع الدكتور يعني سياده الوزيره معانا الكلام اللي هي قالته سياده الوزيره وكل هذه الامور ومساله الزياده بتدرج واصلاح هذه الامور هل هي الان مرضيه بالنسبه لجموع الاطباء؟ مفيش حاجه موجوده يا بيه على ارض الواقع اللي اعلن للناس ان الدكتور هياخد 3000 جنيه. الوزيره بتقول اهي دلوقتي ما احنا الزياده هتتم بشكل متدرج بتقول لنا كده دايما لكن اللي بيعلن من وزاره الصحه رسميا يا دكتور هو في يا دكتور مها في جهات اخرى داخل الوزاره او طرات اخرى داخل الوزاره يا فندم يا دكتور خالد ده القانون الذي يستكمل في خلال سنتين ونص كلام واضح جدا كلام واضح جدا ويتم التدرج في الدفع ويتم التدرج في الاستكماله على مدار ده كلام واضح يا دكتور خالد. ايوه يا فندم الكلام ده مش البيان الرسمي اللي طالع من وزاره الصحه مش كده هو طالع كده في خلال سنتين ونص ما حضرتك شفت البيان يمكن وقريته. يا دكتور يعني قدر اطباء 6 مليار مها بعد اذن حضرتك برضه يعني واضح ان شكل الخطاب او شكل التواصل ما بين حضرتك وما بين النقابه واضح ان هو يمكن ما يكونش على الوجه الامثل يعني ابدا يا فندم احنا متواصلين كويس جدا والدكتور خالد يعلم ذلك وكلهم كانوا موجودين ويانا جوجل والدكتور ابونا لكن يا فندم مش انا مع حضرتك كل الحاجات دي توضع في اللائحه التنفيذيه. طيب انا اسمح لي بس يعني دكتور مها برضو الدكتور خالد في ثنايا الحوار قبل ما حضرتك يعني تشرفينا بالمداخله كان بيقول ان في بعض الطيارات القديمه داخل الوزاره اللي بيتم التجديد ليها اللي مش من مصلحتها ان يسود حاله من التنسيق والتناغم ما بين الوزاره والنقابه تعالي حضرتك إيه؟ وهو تحفظ على ذكر الاسماء ابدا ابدا هو لو في اسماء احنا نقولها انما في النهاية خالص احنا الغرض المصلحة واحدة صدقني بجد المصلحة واحدة لينا جميعا ان احنا كلنا في نفس المسار ونفس الاتجاه مفيش حد ضد حد نهائي يعني مفيش حد يا فندم بيعوق التواصل ما بين الوزارة والنقابة نهائي ده انا اول واحدة رحت هنتهم في النقابة الدكتور خالد قال كده بالفعل. طيب دكتور اول واحدة رحنا وهنناه وخلي بال حضرتك التواصل لسه موجود لان احنا طبعا. حاجه واحده احنا مكملين لبعض احنا مش ضد بعض في اجتماع النهارده يا فندم بعد حوالي ساعه تقريبا في مجلس الوزراء مع ممثل النقابه
لا انا ما اعرفش حضرتك ما تعرفيش. طيب هم رايحين مش معاك. طيب هل انا عايز اقوله اتفضل. ايا ما كانت الظروف الوزاره ليست ضد النقابه والنقابه ليست ضد الوزاره لان تمام. اللي هم المصلحه واحده. طيب مصلحه واحده في الاخر دكتور معلم احنا بنتكلم بعد اذن حضرتك اتفضلي بنتكلم في ظل ظروف اقتصاديه وماليه احنا بنعمل اقصى ما نستطيع عمله لان كان في ناس ويانا من الماليه واحنا بنتكلم على كل الطلبات طبعا في سقف بنتكلم هي اللي هتدفع في النهايه يعني وزاره الماليه هي اللي هتعتمد هذا يعني في طبعا. سقف احنا بنتكلم فيه وفي حاجات لازم بنعمل وهي يعني وانا مقدره طيب. اقصى ما تستطيع من خلال هذا طب الشق الاداري يا دكتور الشق الدكتور برضو الدكتور خالد الحقيقه احقاقا الحق يعني قال بان الشق المادي ليس كل شيء ولكن في شق ومطالب اداريه نريد اصلاحها وهي لا يعني لا تتطلب مالا زي الان إيه؟ يعني زي ايه معلش برضو اتفضل دكتور خالد كل الحاجات اللي موجوده حضرتك في القانون اللي راح وزاره الصحه المسؤوليه القانونيه المشتركه بين المؤسسه الصحيه والطبيب الحمايه للاطباء يا داخل السباق دي كله في اللائحه التنفيذيه يا فندم هو في قانون طيب. بيقول الكلام ده انا حضرتك قلت لي والدكتوره منى قالت لي قلت لحضراتكم هذا يوضح في اللائحه التنفيذيه لا هو في قوانين بتقول حضرتك الكلام ده احنا انا بخضع وحضرتك بتخضعي لقانون تنظيم الجامعات في كل الحاجات دي فموضوع اللائحه التنفيذيه احنا ما شفناش لسه لائحه تنفيذيه والاشياء اللي بتصدر رسميا عن وزاره الصحه تشككنا ان اللي بنتفق عليه يا دكتوره مها بيتقال كلام عكسه يا فندم هو ايه اللي اتفقنا عليه واتقال اتفقنا ان دي مرحله اولى ما يتقالش عليها كادر خالص فوجئنا ان البيان بيقول ان ده كادر الاطباء وان 6.25 مليار والناس شايفه هذا ليس بكادر وانا اللي بقول لحضرتك طيب ما ده كلام جيد احنا عايزين الكلام ده يوصل للناس اسمه كادر مفيش مسمى طيب هو الكلام وصل يا دكتوره قالته اهو دلوقتي اكيد يعني كل الاطباء سامعين انا كل الاطباء سامعين وسائل اعلام اخرى هتنقل عن الوزيره استفادت الاطباء من 6.5 مليار دي ما يكملش 300 مليون جنيه ليه ده اسمه ليس بكادر لان لا يوجد شيء تمام. قانون اسمه كادر حضرتك وضحتي ده بالظبط يا فندم طب اسمحي لي يا دكتور بقى يعني برضو سؤال يعني كيف تري الاضراب اليوم هل هو استطاع ان يوصل رسالة ما الى حضرتك والى الدولة هل تري بانه كان ناجحا ام لا ما فيش حاجة اسمها نجاح وفشل لا في ايصال الرسالة يا دكتور انا ضد نجاح وفشل هم بيعبروا عن وجهة نظر وعن طلبات مفروض ان شاء الله بتتم يعني عندما يعني تتحسن الظروف شوية شوية بنناقشها وبنطبقها بإذن طيب. الله لان انا حتى امبارح وانا في مجلس الوزراء كان البيان قلت مش هو ده الامثل مش هو ده الاحسن حاجة عندنا انما في دلوقتي اقرار ان العاملين في القطاع الصحي فعلا هم في حاجة الى نوع من انواع التمييز طب اسمحيلي يا سيادة الوزيرة اسمحيلي يا فندم واضح ان الاطباء يا فندم لم تصلهم هذه الامور ولم يطمئنوا الى هذه التصريحات الطيبه من حضرتك بدليل هم واحنا واقفين دلوقتي هم واقفين قدام المستشفيات على سبيل المثال في المنيره واقفين ما بيشتغلوش راي حضرتك ايه مفيش ولا مستشفى ما بتشتغلش اهو يا فندم قدامنا في المنيره في الاطباء لا في العيادات الخارجيه مش شغالين معلش عشان انا كنت في الاوضه في غرفه فوق. طيب في فندم حتى حضرتك بس عشان ما نفهمش الاطباء غلط اتفضلي يا فندم هم كانوا قايلين اضراب جزئي يعني هم بيوقفوا جزء من العمل ولكن صح. الاستقبال شغال والطوارئ بلاش نحملهم كمان حاجه هم ما لا احنا بقول العيادات يا فندم الخارجيه بس العيادات كلها اغلبها في اغلب المستشفيات بيتم تحويلها الى الاستقبال الناس قاعدين جوه والاستشاريين موجودين والمديرين المستشفيات موجودين في الاستقبال وفي الطوارئ لاستقبال الناس وبيتم توجيه الناس اللي في العيادات ان هم يروحوا لهذه العيادات تمام يعني مصالح الناس ماشيه طبعا زي ما قلت لحضرتك تمام انا مع حضرتك ولكن يا فندم الاطباء اللي واقفين دول وما بيشتغلوش في العيادات الخارجيه هتحرك هتسيبهم كده في غيرهم يعني اعمل يعني معلش بعد يعني اذن حضرتك هم حقهم لا معلش يا فندم ما انا عايز اوصل بس الجزئيه يعني فكره لو الصحه على الاطباء لا يا فندم لا حضرتك لا ارجوك يا دكتور خالد ما تقولش كلامي يعني بما لا يحتمل انا بتكلم ليهم حقوق وليهم مطالب وليهم اراء هل حضرتك هتسيبهم واقفين كده ماسكين اليفط ولا حضرتك هتتناقش وتتحاور معاهم بشكل مباشر ده قصد سؤالي ده نتناقش وياهم وعارفين طلباتهم ومقدرين الطلبات بتاعتهم مقدرينها مش مقدرينها الحكومه كلها مش الوزاره فقط تمام انما في حدود وفي حاجات نقدر نعملها دلوقتي حاليا
تضاف للقانون، وفي حاجات لازم تؤجل شوية لما نبدأ في تنفيذ هذا القانون ويبتدوا هم يعني يحسوا بالفرق. طب لو اتكرر يوم 8 يناير موقف سيادتك ايه؟ ان شاء الله مش هيتكرر يوم 8، لان يوم 8 ده هو هيبقى يوم خاص، ده مش مفروض ان هو هيكون فيه حالات طوارئ موضوع، ان شاء الله مش هيتكرر. بس اللي انا عايز اقوله هم بيعبروا عن وجهة نظر، فاحنا بلاش نقول لهم نقول ايه ده هم وقفوا الشغل، هم يعني ناخد كل حاجة زي ما هي موجودة وزي ما هم قالوها، هم قالوا ده اضراب جزئي للتعبير عن. طيب نتمنى ان شاء الله ما يتحولش الى اضراب كلي، نتمنى نتمنى يا فندم ما يتكررش زي قبل كده ويكون اضراب كلي زي ما شفناها في فتره. لا ما كانش في اضراب كلي في اي وقت. هو يا فندم كان في حشد كبير من جموع الاطباء كانت اضربت عن العمل. طيب ما هو في النهارده في حشد كبير. على حاجه بقى يعني انا وانا هنا كده هو كوزيره للصحه انا بقول لحضرتك في اي لحظه هيتم الاحتياج او هيتم طلبهم لخدمات عاجله او لخدمات طوارئ او الاحتياج هم كل دول هم اول الناس اللي هيروحوا يشتغلوا، واحنا هنحاسب اي واحد يمتنع عن الكشف عن المريض في الطوارئ او الاستقبال. اكيد. لكن انا بقول لحضرتك انا بس تعليق اخير قبل ما سياده الوزيره تمشي، احنا بنقول ان ده مش تعبير عن وجهه نظر، ده تعبير عن حق مهدر للاطباء، دي مش وجهه نظر. اقل طبيب في كينيا ولا موزمبيق ولا الحتت دي متوسط دخله من 2500 ل 3000 دولار في الشهر. دكتور خالد تعبير عن رفض لموقف. تمام كده. تمام كده. بيعبروا عن رفض الموقف. طيب نتمنى دكتور ان شاء الله ان يكون في يعني حل وفي تجسير للتواصل باذن الله، يعني ما بين حضرتك والدوله وما بين النقابه باذن الله. طبعا على فكره هو التواصل مستمر والدكتور خالد يقول لحضرتك وزياره حضرتك يا فندم لمجلس النقابه على يعني دماغنا والله، لكن احنا الاطباء البيانات التي تصدر فيها اهانه للاطباء تمسنا جميعا. نعم يا فندم. البيانات التي تصدر فيها كلمات ممكن تمثل إهانة أو تعريض الأطباء للخطر نتيجة حاجات غير صحيحة تمسنا جميعا. يا دكتور خالد لم يمس أي طبيب ولم يعني إيه هقول لحضرتك إيه، الأطباء والعاملين في القطاع الصحي هم العاملين في الوزارة. حضرتك إحنا بنتكلم كلام كأن إحنا بنتكلم على ناس إحنا ما نعرفهمش. أشكرك يا فندم. ما انا اللي بمثل راي الاطباء في الموضوع. شكرا جزيلا للاستاذه الدكتوره مار رباط وزير الصحه، شكرا يا فندم لمشاركه حضرتك. شكرا جزيلا، وانا اتمنى ان شاء الله ان يكون في يعني حل، بما ان الامور دكتور خالد يعني انا مما تلمسته في هذه المكالمه من معالي وزير الصحه انه هناك نيه وهناك امور تسير في سياقها، ولكن انتم لا يعني ربما لكم وجهه نظر اخرى ربما في تسريع وتيره الزيادة أو في تسريع وتيرة التعديل، لكن هي تقول أنه لا يمكن أو لا يوجد بالإمكان أفضل مما كان حاليا، ونحن مستمرون لعامين ونصف فيها في هذه الخطة. كيف ترى هو الأمر؟ ده اللي خالد يعني. بنتكلم عنه. لا سبب إشكال. أولويات الحكومة، أنا بقول النهاردة في سياسة صحية تؤدي إلى قتل المرضى والأطباء، أنا ما بتكلمش على زيادة مالية، أنا بتكلم على مفيش رعاية مركزة، مفيش حضانات، مفيش الكلام ده لازم يتغير، بتكلم على دكاترة بتهجر المهنة وبتسافر بره ومفيش دكاترة يعالجوا، ما بقى في مستشفيات ما بتجدش ناس تقعد في الاستقبال أساسا، يعني الموضوع مش مجرد كما بتحاول وزارة الصحة إن هي تصوره إن الدكاترة دي عايزين قرشين. طيب تحدثتم عن قانون، تحدثتم عن قانون، لماذا لا يتم التقدم لأول لمجلس النواب القادم بإذن الله بعد شهور من أجل تعديل أو تضمين هذه البنود الجديدة؟ كل الكلام ده هيحصل، إحنا بنتكلم على اللحظة الراهنة، إحنا بنعمل كده ليه النهاردة؟ لأن في ناس بتموت النهاردة، إحنا مش بس المرضى اللي كنا شايلين همهم بيموتوا، الدكاترة ابتدت تموت. طب دكتور هل ترى عفوا يعني بأن الدولة في يدها الحل وتظن بهذا الحل؟ احنا شايفين ان اولويات الحكومه ليست على المستوى المطلوب، لسه الكلام كتير في الاعلام ان الصحه والتعليم اهم حاجه، لكن بنيجي على ارض الواقع يعني معظم الميزانيه بتذهب في جوانب اخرى، لانها ميزانيات كانت مرصوده من قبل دكتور يعني. لا احنا بنتكلم على الميزانيه الجديده النهارده، كل الحاجات اللي بيقولوا عليها دي ميزانيه 2014 و2015 من على الميزانيه الجديده. هذه الميزانيه وزاره الماليه، ما احنا كنا قاعدين وزير الماليه ووزاره الصحه في اي ظروف سياسيه. لا ما احنا ما بقول لحضرتك انا بتكلم على الظروف السياسيه، لو الامور انا عايز قرش
انا بقول لحضرتك العيانين بيموتوا. نقول السياسه مش مشكله ان مئات الالاف من المصريين يموتوا عشان الظروف السياسيه، لو الحكومه لا 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 قالت كده انا هحترم هذا الراي. لا لا مش مش بس كده. انا بقول لحضرتك ان دي سياسه ماليه وضعت في عهد الاخوان المسلمين، انا بقول لحضرتك نتيجة لظروف كانت تضار بها البلد في ذلك. انا بقول لحضرتك ان من هنا الخمس سنين جايه مش هتلاقوا دكاتره في المستشفيات. انا شغلتي ان انا اضرب جرس انذار للشعب للحكومه وللشعب. يا جماعة اللي انتوا شايفينه النهاردة واللي الناس بتكسر المستشفيات، انا في يوم واحد كان عندي القصر العيني كان مقفول، الطوارئ بقى مش العيادات الخارجية، من غير اضراب ولا حاجة. الدولي في المنصورة كان مقفول، قبلها الدمرداش كانت مقفولة نتيجة الاعتداءات على المستشفيات. هو الاعتداءات دي بس علشان خاطر الاطباء ما بيشتغلوش؟ لا، المريض بيجي ما بيلاقيش اللي يغيطه. ما عندناش مستلزمات، ما عندناش سراير رعايه مركزه، ما عندناش غرف عمليات كافيه. للاسف في صفحه الحوادث دايما الاعتداء على اطباء، تكسير الاستقبال في مستشفى حكومي دايما. فالموضوع احنا بنحاول نظهر الموضوع بصوره حضاريه. لا. اللي بيحصل كل يوم ومش بس في الاعدادات الخارجيه. انا عندي صديق وبعض طبعا الناس لازم ناخد بالنا، الميسرين الحال، الناس الاغنياء اللي بيعتقدوا ان الموضوع لا يعنيهم، يحط في دماغه من اللي بيحصل له حادثه على طريق بيروح مستشفى ما بيلاقيش دكتور، يحط في دماغه اللي بيحصل له مشكله كبيره ومحتاج رعايه مركزه ما بيلاقيش سرير رعايه مركزه. الدستور القادم بيقر جزء من الناتج الاجمالي للدوله يوجه الى الخدمه الطبيه والرعايه الصحيه، تعليق حضرتك ايه؟ ماده الصحه في الدستور القادم افضل كتير من مواد الصحه اللي كانت موجوده في الدساتير السابقه. واحنا كان لينا دور في مقترحات وكنا على تواصل دائم مع لجنة الخمسين في هذا الموضوع. احنا بنقول ان طبعا 3% قد تكون غير كافية، لكن هي بداية جيدة. المشكلة طبعا هي كام دلوقتي فن؟ هي دلوقتي احنا الصحة بتاخد حوالي 32 مليار من 600، يعني ده من الموازنه العامه، مش لا مش من الدخل، مش من الدخل القومي. هو في الجديد هو برضو من الدخل. مشكله الدخل القومي ان هي دي حاجه مطاطه. الدخل القومي المصري معلن من البنك الدولي حاجه، ومن الحكومه حاجه، ومن غرفه التجاريه حاجه. فالدخل القومي حاجه ما بتتحسبش على اقل رقم التقديرات، هو يعني على اقل تقديرات من 1.5 الى 1.7 تريليون جنيه سنويا. فيعني بحساب كده هي تبقى حوالي 1% 1.5% يعني تقريبا الضعف. بس على 3 سنوات نبدأ التنفيذ في مادة انتقالية بتقول الكلام ده مش هيحصل على طول، على 3 سنوات نبدأ التنفيذ، لكن هي بداية جيدة. احنا ما بنقولش، احنا لازم نكون موضوعيين، احنا مش مسيسين، احنا بنناقش الامور. انا عندي مواد التعليم والصحة، انا مسؤول عن الاثنين، لان انا عندي التعليم الطبي مسؤول عن مراقبته وسياسة التعليم الطبي، لان طبعا اعضاء التدريس في كلية الطب اطباء. تاني حاجة السياسة الصحية، فبنقول مواد التعليم والصحة أفضل كثيرا جاي. لمراحل طيب. من الدساتير في ظل هذه الأشياء المبشرة وحتى الحوار مع وزير الصحة الدكتور ماهر رباط، يعني هناك إذن خطوات، لكن هذه الخطوات قد لا تكون بالوتيرة أو بالتوجيه الأمثل من وجهة نظركم، لكن الآن متى سيرفع الإضراب الجزئي؟ احنا دلوقتي مسألة رفع الإضراب مش بإيد مجلس النقابة، لأن ده قرار جماعي عمومي أنه هو إضراب جزئي تصاعدي، وحاطين أهداف معينة، واخد بال حضرتك المجلس الجمعيه العموميه لينا. احنا قلنا مراعاه لكل هذه الظروف، مش هنعمل كل يوم، هنعمل يوم في الاسبوع الاولاني، يوم في الاسبوع الثاني، وبعد كده هتبقى في وقفه تعبويه يعني تقرير مستوى الاضراب ونجاحه ورد فعله سواء على المواطن او على الحكومه، وبعد كده هنشوف الطريقه المثلى لمعالجه الموضوع، سواء بالدعوه الى جمعيه عموميه، سواء باتخاذ قرار للتصعيد. يعني ده كله بيعتمد. انا شايف لو الدكتوره مها بلورت الكلام اللي قالته النهارده لشيء فعلي، ان احنا نسرع بكتابه لائحه تنفيذيه اللي تحقق الشق الاداري باكمله، وهي طلبات لا تحتاج شيء. انا لما اقول النهارده ان لما يروح الدكتور يتحاسب يحضر معاه المستشفى تكون مشتركه، لما يتوقع تعويض على الدكتور لمريض المستشفى اللي هي تكون مشتركه في الموضوع، لما اقول للشرطه لما تروح للاعتداءات على الاطباء تعمل محاضر اعتداء وليس محاضر تشاجر، لما اروح اقول ان التعليم الطبي المستمر ان الطبيب مسؤوليه الوزاره في تعليمه في مقابل عدد سنوات يلتزم بيها ان هو ما يسافرش فيها، كل الكلام ده لا يكلف الوزاره شيء ولمصلحه الوزاره ومصلحه المريض. واحنا كنا فعلا اتفقنا على جلسه في اول الاسبوع الماضي، لكن للاسف ما جالناش رد الفعل. واللي اثار النقابه جدا هو البيانات اللي طلعت وطريقة استخدامها من قبل الإعلام في الصحافة بالذات، أن الأطباء سيحصلون على كذا من شهر يناير، أن 6 مليار للأطباء. هناك حالة لدى الناس من الغضب لدى الأطباء حينما يضربونها، ولو حتى جزئيا أنتم تأخذون مرتبات عليها، فلماذا تضربوها؟ وإحنا بنوصل الحقيقة للناس والله وبأمانة، لا نزيد ولا ننقص. الطبيب
حبيبي الآن يعمل ب 500 جنيه في الشهر تقريبا، زائد الحوافز التي لا تصرف له إلا إذا كان هناك اعتماد مالي من دخل المؤسسة، لأن دي بتصرف من الصناديق، إلا إذا كان متواجد على العمل 30 يوم في الشهر لم يحصل منه أي مشكلة إدارية، لأن من حق الرئيس المباشر إلغاء هذا الكلام. يعني الكلام ده تقريبا يعني مش مضمون لو أي ولا أي حاجة دائما مصرفش. بتربط ما بين الطبيب الخاص أو الطبيب اللي ليه عيادة بمعنى أصح، وما بين الطبيب الذي يعمل في المستشفيات الحكومية طبعا. دائما هناك ربط وهناك خلط بأن الأطباء هم أثرياء، هم يجمعون الكثير من الأموال، ولكن الكل لا ينظر إلى شباب الأطباء ولا الأطباء في الأطباء المستشفيات العادية. هناك أطباء أثرياء ربنا يزيدهم، لكن دول بيمثلوا كام من الأطباء؟ بيمثلوا أقل من 10% من الأطباء. معظم الأطباء حتى من أعضاء التدريس، وكل أعضاء التدريس عندهم عيادات شغالة. أنا أعرف ناس من زملائي يعني ما بيقولهمش مرضى تكفي مصاريف العيادة. إنما الشكل الاجتماعي والحاجات دي إحنا عندنا التزامات اجتماعية بنضطر ننفق عليها بزياد. لكن مشكلة وزارة الصحة مشكلة كبيرة، مشكلة الأطباء حتى الأحرار. يعني أنا هديك حضرتك يعني أرقام، 30% من الأطباء بيعملوا في مستوصفات بياخدوا 5 جنيه في الحال. يعني حضرتك انت لو جبنا اي سباك في البيت بيصلح حنفيه مش بني ادم مش هيرضى بالخمسة جنيه. صحيح. فاحنا بنتكلم صحيح. على وضع مهين وكارثي بالنسبه للسياسه الصحيه في مصر. طيب انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. نتمنى ان نكون في الجزئيه دي قد حاولنا الى حد ما تجسير الهوى، او يعني نقدر نقول تقريب وجهات النظر ما بين حضراتكم وبين الوزاره وما بين الدوله. نتمنى ان نكون نشكر حضراتكم على الاهتمام وجعل الصحه من اولويات. شكرا جزيلا وشكرا جزيلا لكم ان انتم واضعين برضه في الاعتبار مصلحه الناس. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الأستاذ الدكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك. واضح أن الأمور بالتأكيد محتاجة إلى حد ما شيء من التفاهم، وأيضا أن يكون هذا الأمر في النهاية لمصلحة الناس. مستمرون معكم مشاهدينا بعد فاصل قصير، نفتح معكم المزيد من التغطيات الإخبارية بعد الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا.